أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إخراج زكاة الفطر من السمك لمن كان طعامه من كأهل القطبين. أه؟ إخراج زكاة الفطر من السمك. من السمك إيش؟ من السمك. نعم. زكاة الفطر تخرج من طعام البلد، إذا كان طعامهم اللحم فقط تخرج من اللحم، أما إذا كان عندهم طعام حبوب أو ثمار تخرج من حبوب والثمار، أما إذا كانوا طعامهم اللحم ما عندهم غيره تأتون به تخرج من الموجود. نعم.